غزة اليوم. هنا بي بي سي. السادسة صباحا بتوقيت غرينتش. لقاء جديد وهذه أبرز العناوين. تجدد القصف المدفعي الإسرائيلي على مدينة غزة ومخيم النصيرات وسط القطاع، ومصادر فلسطينية تفيد بعودة الدبابات الإسرائيلية إلى مناطق في شمال قطاع غزة. الاحتلال الإسرائيلي هدد بتدمير مركز إيواء مهدية شوة في بلدة بيت حانون شمالا. بعد خروج مجمع الشفاء عن الخدمة، كيف تبدو الأوضاع الصحية شمالا؟ أعداد المرضى تزايدت بفضل خروج مجمع الشفاء عن الخدمة. كنا بصادق مرة 500-300 حالة في 24 ساعة، الآن نصل إلى 1000-1200 حالة. وقوات الدفاع المدني الفلسطينية لا تزال تحاول انتشال الجثامين العالقة في خان يونس جنوبا. جزء من هذه الجثامين كانت عبارة عن هياكل عظمية، جزء منها كان عبارة عن جثامين مشتعلة أو تم حرقها بسبب اللي هو استخدام أسلحة غير معلومة لدينا حتى هذه اللحظة. تفاصيل هذه الأخبار والمزيد في انتظاركم. أهلا بكم في لقاء جديد معكم خلاله نرمين الذهبي. بدايتنا بآخر التطورات الميدانية في قطاع غزة، حيث أفادت قناة الأقصى الفلسطينية بأن الجيش الإسرائيلي قصف بالمدفعية صباح اليوم مناطق في حيي الزيتون والشجاعية بمدينة غزة. كما أفادت مصادر فلسطينية بتجدد القصف المدفعي الإسرائيلي قبيل فجر اليوم على شمال مخيم النصيرات وسط القطاع. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف من قطاع غزة الصحفي أحمد الأغا. صباح الخير سيد أحمد، بداية ماذا لدينا من تطورات غير ما جرى في مدينة غزة ومخيم النصيرات وسط القطاع؟ نعم، صباح الخير لك نرمين وصباح الخير لجميع السادة المستمعين. نستهل تلك الأنباء من هنا من محافظة رفح، والانتداب الذي حدث مساء أدى ذلك بوصول 7 قتلى جراء استهداف منزل بحي الجنينة وسط مدينة رفح يعود لعائلة أبو الهنود، كلهم من الأطفال والنساء. إضافة إلى ذلك ننتقل إلى المحافظة الوسطى وتحديدا دير البلح، وحيث تقدمت وتوغلت آليات القوات الإسرائيلية شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، لكن هذا التقدم كان محدودا وإطلاق نار كثيف من قبل المدفعية ومن قبل الرشاشات. طبعا الطائرات الإسرائيلية قصفت ودمرت مصنع الأدوية الذي يقع شرق دير البلح وسط قطاع غزة، مما أدى إلى تدميره بشكل كامل. وهذا الاستهداف جاء بعد التوغل شرق دير البلح في منطقة فوز أبو جريبان مع اشتباكات وقصف نار متقطع وقصف مدفعي ما بين الفينة والأخرى. أيضا مدينة غزة لا زالت هناك بعض الاستهدافات والاستهداف المدفعي بمنطقة حي الزيتون ومنطقة الشجاعية ومنطقة الشعب، تتعرض ما بين الفينة والأخرى إلى قصف مدفعي من قبل القوات الإسرائيلية وبعض الاستهدافات في مدينة غزة. أيضا القوات الإسرائيلية أعلنت صباح اليوم بأنها انسحبت بشكل كامل من مدينة بيت حانون بعد 3 أيام من التوغل والاستهدافات والقصف والاشتباكات المستمرة ما بين المقاتلين الفلسطينيين. مدينة النصيرات ومحافظة النصيرات وتحديدا مخيمها الذي يقع شمالها لا زالت تتعرض لليوم الثامن على التوالي لاستهدافات من قبل الطائرات الإسرائيلية والمدفعية وأيضا الزوارق الحربية، حيث تقدمت الجرافات والدبابات بمحيط شركة الكهرباء وأجرت عمليات تجريف واسعة للأراضي بالقرب من محطة تحلية المياه. إضافة إلى الاستهدافات ووصول عدد من القتلى إلى مستشفى شهداء الأقصى،
شكرا لك أحمد الأغا، شكرا جزيلا على هذه الصورة الوافية عن التطورات الميدانية من قطاع غزة، أحمد الأغا من القطاع. قال مسعفون ومواطنون إن الدبابات الإسرائيلية عادت أمس الثلاثاء إلى مناطق في شمال قطاع غزة كانت قد غادرتها قبل أسابيع، بينما شنت طائرات حربية غارات جوية على مدينة رفح جنوبا والتي تعد آخر ملاذ للفلسطينيين في جنوب القطاع، ما أدى لسقوط قتلى ومصابين. سكان القطاع في الشمال أشاروا إلى انقطاع الإنترنت في بيت حنون وجباليا، كما أشارت وسائل إعلام تابعة لحركة حماس إن الدبابات توغلت في بيت حنون وحاصرت مدارس لجأت إليها عائلات نازحة. عن آخر تطورات الأوضاع الميدانية في شمال قطاع غزة حتى مساء الأمس تحدثت مروة جمال للصحفي أحمد معين. شهدنا تطورا لافتا لا سيما في ظل توغل الآليات الإسرائيلية بشكل محدود. تراجعت قوات الاحتلال الإسرائيلي من محيط مدرسة السوء والمنازل المجاورة بعدما اعتقلت العشرات من الشبان وأجبرت من النساء وإخراجهن من المنطقة. أيضا في ضوء ذلك تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي محاصرة النازحين في مدرسة مهدية الشوة، مما اضطر عدد من المواطنين النزوح من مراكز الإيواء التي تقع في منطقة إجليبو جنوب البلدة والقريبة من منطقة التوغل الاحتلال الإسرائيلي. في ضوء ذلك أيضا الاحتلال الإسرائيلي هدد بتدمير مركز إيواء مهدية الشوة في بلدة بيت حانون شمالا، وأيضا قوات الاحتلال الإسرائيلي أجبرت النساء والأطفال على الخروج من بلدة بيت حانون بعد محاصرة المراكز أو النازحين. الجيش الإسرائيلي أجبر المواطنين والنازحين في شمال قطاع غزة إلى التوجه إلى المنطقة التي يدعي بأنها آمنة، وهي منطقة وسط وقلب مدينة غزة، وأيضا اعتقل عددا آخر منهم. نحن الآن نتحدث إليكم وقد لا يسعفنا نقل الرسالة في شمال قطاع غزة نتيجة انقطاع الاتصال بشكل أو بآخر. الجيش الإسرائيلي يسيطر أيضا على شبكات الاتصال الخلوي، الاتصالات بالفعل تأثرت نتيجة القصف الإسرائيلي العنيف. هنا المواطنون يسألون هل بالفعل الجيش الإسرائيلي سيعيد الكرة وسيناور مجددا في بلدة بيت حنون بعد أن انسحب منها؟ وشهدنا هدوءا نسبيا خلال الأيام القليلة الماضية. كان الجيش الإسرائيلي يسمح للنازحين بالنزوح عبر الممر الآمن شارع أو ما يعرف بشارع الرشيد بحرا، ولكن في هذه الأيام لا يوجد ممرا آمنا، حيث ألقى الجيش الإسرائيلي منشورات غرب خان يونس حذر فيه المواطنين من العودة إلى منطقة شمال قطاع غزة. من شمال قطاع غزة الصحفي أحمد معين. نبقى في الشمال وسؤال عن مدى تحسن أوضاع سوء التغذية لا سيما بين الأطفال، وكذلك عن مدى استعادة القطاع الطبي بعضا من قدرته، وهي التساؤلات التي توجه بها وليد حسن إلى الدكتور حسام أبو صفية المتحدث باسم مستشفى كمال عدوان. اولا يعني كمال عدوان بعد خروج منظومه مستشفى الشفاء عن الخدمه بشكل كامل، ومستشفى كمال عدوان يعتبر المستشفى الاكبر في تقديم كافه التخصصات في شمال غزه وغزه، اعداد المرضى تزايدت يعني بضعف قبل خروج مستشفى الشفاء عن الخدمه. كنا بالسابق نرى 500 300 حاله في ال 24 ساعه، الان نصل الى 1000 1200 حاله، وهذا اعداد كبيره جدا على مستشفى هو اصلا بالاساس هو مستشفى صغير. يعني هناك حاجة يعني لتوفير هذه المستلزمات حتى نستطيع نقدم كافة خدمات صحية لغزة والشمال. لأن هنا هناك صراحة يعني هناك توقف نوعا ما، وهناك بعد إدخال بعض صراحة يعني الأطعمة والمستلزمات الطعامية للأطفال وخاصة الحليب، يعني أصبحنا لا نرى حالات الوفاة بشكل يعني كما كان بالسابق. وممكن يعني أنا نتحدث عن استقرار الحالة الصحية الآن، ولكن هناك المئات الحالات التي تحتاج إعادة تأهيل وإعادة علاج، يعني إعادة ترتيب علاجاتهم. سوء التغذية بيحتاج إلى أشهر حتى يعني يتم إخراجه من المرحلة اللي كان فيها إلى مرحلة مستقرة. الوضع الطعامي نوعا ما أفضل، لكن مش بالمطلق.
واتوقع اذا كان هناك في كما وعد يعني كما سمعنا موعودات بادخال كميات اكبر من المساعدات الغذائيه لشمال غزه بالذات، اذا استمرت هذه المساعدات تاتي من الشمال وليس من الجنوب للشمال، اتوقع يعني هناك قد يكون في ان شاء الله تراجع بما يخص موضوع الطعام. يعني خلينا نحكي انه بعد ما مسلسل شفاء خرج الخدمه فكل المستهلكات او بعض المتبقيه من المستهلكات الطبيه طبعا ذهبنا واحضرناها الى مستشفى كمال عدوان. طبعا في جزء من مستشفى الشفاء يعني لحسن الحظ لم يتم احراقه، وهذا الجزء كان هو عباره عن مخزون لبعض المستلزمات والابنيه الطبيه، وكنا محظوظين انه الحمد لله نقلناها بشكل امن الى مستشفى كمال عدوان، وهذا ان شاء الله عزز النقص اللي كان موجود بما يخص المستهلكات والمستلزمات الطبيه وبعض الأجهزة الطبية الحمد لله اللي تبقت من أفراد حرق تم جلبها إلى مستشفى كمال عدوان. والآن الحمد لله نتعامل من بهذه المستلزمات اللي أحضرناها. يعني الدكتور حسام أبو صفية المتحدث باسم مستشفى كمال عدوان في شمال قطاع غزة. إلى الضفة الغربية المحتلة، حيث تجددت المداهمات وحملات الاعتقال من جانب الجيش الإسرائيلي في عدة مدن أبرزها تلكرم وطباس، وذلك تزامنا مع ذكرى يوم الأسير الفلسطيني. المزيد من التفاصيل تنضم إلينا عبر الهاتف من رام الله الصحفية فيحاء شلش. صباح الخيرات سيدة فيحاء، ماذا لدينا من تطورات أخرى فيما يتعلق بحملات ومداهمات الجيش الإسرائيلي؟ نعم، يعني في ساعات فجر هذا اليوم قامت القوات الإسرائيلية باقتحام بلدة بني نعيم شرق مدينة الخليل، وقامت بهدم وتفجير منزلين لأسيرين فلسطينيين تتهمهما بالمشاركة في تنفيذ عملية دهس وإطلاق نار قبل عدة أشهر داخل يعني الأراضي الفلسطينية المحتلة عن 48. وقامت ب يعني في البداية بتطويق ومحاصرة المنزلين ومنع أي شخص حتى الصحفيين من الوصول إلى المكان، وأجبرت سكان المنازل المجاورة على إخلائها كي تقوم بعملية التفجير والهدم. وبالفعل مع ساعات الصباح الباكر تمت عملية الهدم، وتعرض عدد من الصحفيين للاعتقال على يد الجيش الإسرائيلي بسبب محاولتهم الوصول إلى المنطقة والتقاط صور وتوثيق عملية الهدم. بالتزامن مع ذلك كانت القوات الإسرائيلية تقتحم العديد من المناطق والقرى الفلسطينية، منها قريبة من مدينة نابلس وأخرى في بلدة بيت أمر شمال مدينة الخليل، حيث تم اعتقال ما يزيد عن 10 شبان من هذه البلدة وحدها، وتم الإفراج عنهم بعد استجوابهم والتحقيق معهم ميدانيا. كذلك الأمر اندلعت مواجهات خلال اقتحام القوات الإسرائيلية لعدد من القرى القريبة من مدينة طول كرم شمال الضفة الغربية، وخلال هذه المواجهات أطلقت القنابل الغازية والصوتية بشكل مكثف صوب المنازل، وسجلت حالات اختناق تعاملت معها الطواقم الطبية ميدانية. سيدة فيحاء، ماذا عن فعاليات يوم الأسير المرتقبة؟ يعني في هذا العام ربما يختلف يوم الأسير الفلسطيني هنا في الضفة الغربية، خاصة مع تزايد حملات الاعتقال، حيث تم اعتقال ما يقارب يعني بنفس عدد الأسرى الفلسطينيين الذين كانوا داخل السجون الإسرائيلية، تم اعتقال يعني أو أصبح العدد أضعاف هذا العدد، وبالتالي هناك الكثير. وطبعا في ظل الظروف السيئة حسب شهادات الأسرى المفرج عنهم، ظروف الاعتقالية السيئة، لذلك يعني هناك الكثير من التخوفات لدى عائلات الأسرى وسط انقطاع للتواصل مع الأسرى ومنع حتى المحامين من زيارتهم وحتى المؤسسات الدولية مثل الصليب الأحمر وغيرها. لذلك دعت المؤسسات الفلسطينية المعنية بشؤون الأسرى والمؤسسات الحقوقية للمشاركة في فعاليات يوم الأسير الفلسطيني، والتي ستكون مركزية اليوم في كل مدن الضفة الغربية في ساعة محددة الساعة 12 ظهرا بتوقيت الضفة الغربية. ستكون هذه الفعاليات عبارة عن اعتصامات ووقفات ورفع صور للأسرى ومطالبة يعني مطالبة مجددة لمحاولة معرفة مصير هؤلاء الأسرى في ظل التكتم من قبل القوات الإسرائيلية ومنع
كما قلنا الزيارات ومنعهم من التواصل مع عائلاتهم. أشكرك شكرا جزيلا الصحفية فيحاء شلش من رام الله. وكما أشرنا يوافق اليوم 17 من أبريل نيسان يوم الأسير الفلسطيني. وفي هذا السياق أفادت مؤسسات حقوقية فلسطينية بأن إسرائيل اعتقلت منذ 7 من أكتوبر تشرين أول الماضي ما يتخطى 8200 شخص، بينهم ما يقارب 300 امرأة وما يزيد عن 500 طفل. وليد حسن جمع بعض الأصوات لبعض المعتقلين الذين أفرج عنهم من قبل الجيش الإسرائيلي وتم نقلهم إلى مستشفى أبو يوسف النجار في رفح جنوبي قطاع غزة. أجوا أخذونا 46 نفر، إشي من العزب إشي من صرات إشي من هذا، أخذونا كل هيتنا بطحونا على الأرض ودهكوا عرقابنا زي هيك، أخذونا على المعتقل كويس، طلعونا من رهط وودونا على المعتقل. في المعتقل كل يوم في الليل الساعة 1 الساعة 12 يجوا قعدونا قوم قومهم، في شويش بكون علينا. أنا عمري ما عملت حاجة في دنياتي، هم لهم عرفوني نظيف طلقوني مكان كتلوني، رجلي بترجف وداي برجفن والعظم عندي هانا بجعني في صدري، عندي كل شيء كل حاجة بتجعني. أخذوا دراهمي، دراهمي عندهم، هاي الورقة معايا أمانات عندهم، قالوا لي هذه خليها معك أمانات، وروحت بدون ولا إشي، لا هوية ولا ورقة ولا حاجة، كله أخذوه. إن شاء الله بطلع أبوي كمان برضه، أخذوه من المدرسة، كنا محاصرين في المدرسة في خان يونس، فجأة بيوم الليلة عبروا علينا وأخذوه. والله إنا هلقيت تقريبا لهم 60 يوم. أجا أخوي بس تسويه، والله ما بنعرف عنه إشي، عشنا في توتر. يعني إيش بقولنا عايشين، إيش بقولنا ميتين، إيش بقولنا أبوك يفقد الأمل، إيش قالنا أخوك ما علوش أثار. زي اليوم كلمونا قالوا شوف أبوك في النجر ما لقيناهوش، برن علي بقول له مين، بقول لي انا اخوك، قلت له عن جد، قال اه حسني، قال لي شوي بدي اطلع، رجعت لنفس الرقم قال له هيو في يوسف هيو في النجر، اخذ محلول وعلاج وان شاء الله بصير احسن. رسالتي للعالم انهم يطلعوا المدنيين، يعني زي ابوي عسكري مدني، مش عارف ليش اخذوه، يعني 60 يوم من حقنا انه بدنا نعرف عنه. والله تم الاعتقال عن حجز المواصل اللي عملوا لنا اياه هذا، وحكوا لنا انه الامور يعني بس تعالوا عدوا، واللي في انا طبعا الواحد فيش عليه شيء، وصاحب حاله هو عياله راح على الحاجز، وبعد ما رحت على الحاجز تم الاعتقال تبعنا. كان الاعتقال صعب جدا بالنسبة لنا، يعني بالنسبة لفلوسنا بقت في الجاكيتات كلها ضاعت فلوسنا، بقينا ما ناخدش حاجة، طلعنا يعني أواعينا ما فيش علينا أواعي. كلبشات كانت 24 ساعة علينا من أول الاعتقال في الفترة هذه من 62 يوم لحتى لما روحنا على المعبر كرم أبو سالم، هم نزلونا عنده. طبعا كليتنا مغممين مكلبشين من الخلف ومن الامام في داخل المعتقل، حتى والله الاوضاع صعبه جدا، الواحد مش قادر يمشي على رجليه بالمره، حتى الرجلين عندي مش قادر اقف عليهم ولا قادر امشي عليهم. انا قعدت 50 يوم محجوز عند اليهود، اخذوني من مسجد الطبريه اول حاجه، طلعونا احنا والناس قعدنا في جوره نسوين لحال ونزلم لحال، اخذوا جميع الرجال الابيض والاسود، انا كنت اصغر واحد واخذوني اخر نفر. ما فيش اكل، وتصوم غير رمضان وغير رمضان، فيش اكل فيش حمام، في تدمير نفسي ويخليك تتجند معه ما بتعرفش كيف. انا والدي مش هنا، والدي مساجين معي كان، انا قعدت والدي 40 يوم انا يا جنب بعض، حد ما طلعنا على سجون الضفه ورجعنا فقدت فيه الامل. انا جيت انا لها 10 ايام ولا 10 ايام ما بعرفش ابويا وين. معتقلون ممن أفرجت عنهم السلطات الإسرائيلية مؤخرا. ما زلتم تتابعون برنامج غزة اليوم من بي بي سي عربي، وساعتنا في الاستوديو تشير إلى 6:17 طائفة سريعة من آخر الأخبار. الحكومة الفرنسية تقدم 9 ملايين يورو لصالح منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف لاستعادة وتعزيز خدماتها في مجالات الصحة الإنجابية والتغذية وصحة الأم والأطفال في قطاع غزة والضفة الغربية. وفرنسا كذلك تدين أعمال العنف التي ارتكبها مستوطنون ضد مدنيين فلسطينيين في مدن الضفة الغربية، وتدعو السلطات الإسرائيلية لتقديم مرتكبي هذه الأعمال للعدالة من دون تأخير وضمان الحماية الدائمة لجميع المدنيين. لجنة تابعة لمجلس الأمن الدولي والتي تدرس طلب السلطة الفلسطينية الحصول على العضوية الكاملة بالمنظمة تقول إنها لم تتمكن من تقديم توصية بالإجماع بشأن ما إذا كان الطلب يفي بالمعايير. والسفيرة الأمريكية لدى المنظمة ليندا توماس تقول إنها لا ترى أن مشروع القرار الذي صاغته الجزائر يساعد في التوصل لحل الدولتين لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت خلال جولة لتقييم الوضع على الحدود الشمالية أمس الثلاثاء إن إيران فشلت في هجومها على إسرائيل، واعتبر أن كل سماوات الشرق الأوسط مفتوحة أمام سلاح الجو الإسرائيلي للرد على هذا الهجوم. للوقوف على هذه التصريحات ينضم إلينا عبر الهاتف من القدس الصحفي علي سمودي. أهلا بك سيد علي، إلى أي مدى يمكن القول إن إسرائيل قد حددت مجالات الرد على الهجوم الإيراني، لا سيما فيما يخص محيط الجنوب اللبناني ومقرات ومراكز حزب الله؟ هيئة الإذاعة العامة الإسرائيلية كان ذكرت أن إسرائيل بعثت رسالة إلى دول عربية مفادها أن ردها على الهجوم الإيراني لم يعرض أنها للخطر. ونقل موقع إكسيوس الأمريكي أن وزير الدفاع الإسرائيلي أف جرانت أبلغ نظيره الأمريكي حسيا بأن إسرائيل ليس أمامها خيار سوى الرد على الهجوم الإيراني، أنها لا يمكنها السماح بإطلاق صواريخ باليستية على أراضيها دون رد. في هذا الوقت المحللون ما جاء في تقديرات التحليلات الإسرائيلية أن تل أبيب لن تورط نفسها في ضغوة قوية جرى حربا في الشرق الأوسط وتفقد إسرائيل. سيد علي، سنعاود الاتصال بالسيد علي سمودي الصحفي من القدس، لكن نذهب إلى الجهة المقابلة في الجنوب اللبناني حيث قتل قيادي في حزب الله أمس الثلاثاء في ضربة للجيش الإسرائيلي، في حين أعلن حزب الله مقتل 3 من عناصره والرد بإطلاق الصواريخ. للمزيد من التفاصيل تنضم إلينا عبر الهاتف من بيروت الصحفية اللبنانية ميساء عبد الخالق. سيدة ميساء، إلى أي مدى لدينا معلومات أو مؤشرات حول طبيعة استعداد حزب الله للرد على أي ردة فعل إسرائيلية على الهجوم الإيراني الأخير؟ صباح الخير. حقيقة عاشت جنوب لبنان ليلة ساخنة، غارتان إسرائيليتان استهدفتا ثلاث سيارات في جنوب لبنان، سيارة في عين بعال في قضاء صور واستهداف لسيارتين في بلدة الشهابية في قضاء صور. في حين نعى حزب الله 3 من عناصره، نعت حركة أمل أيضا أحد عناصرها. سنقيم أن أيضا حزب الله من جانبه كثف من عملياته ضد مواقع إسرائيلية، وبالتالي هذا الصباح فقط أعلن عن 3 عمليات، وبالتالي منذ ساعات الصباح الأولى بشر بعملياته. استهدفت كانت جرانيت بصاروخ بركان وأصابها إصابة مباشرة، استهدف مقر قيادة الفرقة 91 في سكنة برانيت بصاروخ بركان وأصابها إصابة مباشرة، وأيضا استهدف انتشارا مستحدثا من جنود الجيش الإسرائيلي جنوب سكنت برانيت بالأسلحة الصاروخية. سأجيب على سؤالك باختصار. طبعا بطبيعة الحال الجبهة الجنوبية لها ارتباطات بكافة الجبهات الأخرى، وبالتالي هذا ما خلق جدالا كما هو موجود في لبنان. سأشير إلى معيار سياسي مهم، كان النائب اللبناني جبران باسيل وهو رئيس تكتل لبنان القوي وجه رسالة أمس الأول إلى سفراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن والدول المشاركة في قوات الأمم المتحدة في لبنان اليونيفيل وأعضاء اللجنة الخماسية ودولة الفاتيكان وسفير الاتحاد الأوروبي والمنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان. أكد خلال هذه الرسالة على التصميم على عدم الربط بين الوضع على حدود لبنان الجنوبية ومجريات الحرب الدائرة في غزة، ويطالب فيها بردع إسرائيل ووقف عدوانها على لبنان. وهذا الكلام استدعى ردا من قبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، وقال أن وحدة الساحات قائمة شاء أم أبوا. فبالتالي هذا هو ما يجري حاليا، وحدة الساحات قائمة. ورد أيضا على جبران باسيل قال باللبناني هذه ما بتزبطش، فبالتالي وحدة الساحات قائمة، وطالما أن الحرب مشتعلة في غزة ستبقى الجبهة الجنوبية مشتعلة. وصباحا شن الطيران الحرب الإسرائيلي سلسلة غارات استهدفت علم الشعب والحي الجنوبي لمدينة الخيام بالتزامن مع قصف مدفعي، أيضا استهدف أحد الأحياء في بلدة الخيام. وبالتالي الطيران الحرب الإسرائيلي استمر أيضا بتحليقه منذ ساعات الصباح الأولى فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط وصولا حتى
وطبعا سنتابع مع حضرتك تطورات ومآلات هذا التوتر. هذه هي الجبهة مشتعلة وسنتابع خلال الأيام القادمة. أشكرك شكرا جزيلا. الصحفية اللبنانية ميساء عبد الخالق من بيروت. وأعود إلى القدس والصحفي علي سمودي. سيد علي، كنا نتحدث إذا ما كانت السلطات الإسرائيلية، الحكومة الإسرائيلية حددت مجالات الرد على الهجوم الإيراني الأخير، خاصة ما يتعلق بالجبهة الجنوبية في لبنان. نعم، تعيش المنطقة حقيقة حالة من الترقب والحذر بعد تأكيد إسرائيل أنها سترد على الهجوم الذي شنته طهران، إلا أن تقديرات إسرائيلية والأمريكية وضعت حدودا وشروطا لهذا الرد يوفر لتل أبيب الانتقام ويمنع نشوب حرب إقليمية. ومن هذه الشروط أن يكون الرد غير سريع ومفاجئا ويهز صورة النظام الإيراني الحاكم ولا يفجر حربا واسعة مباشرة قد يكون داخل أو خارج إيران. أوساط مطلعة في القدس أشارت إلى أن إسرائيل تضع نصب عينها 10,000 هدف استراتيجي داخل إيران ضمن خطة استهداف عسكري يجب أن يؤدي غد بزعزعة استقرار النظام الإيراني. بينما صرح رئيس أركان الجيش الإسرائيلي في أثناء لقائه عدد من الجنود الإسرائيليين أن إسرائيل سترد الهجوم. هيئة الإذاعة العامة الإسرائيلية ذكرت أن إسرائيل بعثت رسالة إلى دول عربية مفادها أن ردها على الهجوم الإيراني لن يعرض بلدانها للخطر. أشكرك سيد علي سمودي من القدس، ونعتذر عن رداءة الخط الهاتفي. نعود لقطاع غزة، حيث لا تزال قوات الدفاع المدني تحاول انتشال الجثامين العالقة في خان يونس جنوب قطاع غزة ومجمع الشفاء شمالا. المقدم محمد المغير مدير الأمن والسلامة بالدفاع المدني تحدث إلينا عن تفاصيل هذه المهمة. ما زالت طواقم الدفاع المدني تنتشل الجثامين الشهداء في محافظة خان يونس والتي بلغت عددها ما يزيد عن 300 شهيد حتى هذه اللحظة. أثناء تجولاتنا في مناطق خان يونس ظهر لنا تنوع من الجثث الموجودة. ما زالت طواقمنا بالتنسيق مع الأدلة الجنائية تخرج العديد من الجثامين. جزء من هذه الجثامين كانت عبارة عن هياكل عظمية، جزء منها كان عبارة عن جثامين مشتعلة أو تم حرقها بسبب اللي هو استخدام أسلحة غير معلومة لدينا حتى هذه اللحظة، وجزء آخر من الشهداء تم إخراجهم بعد أن سجلوا اتصالات لدى عمليات الدفاع المدني مطلع ديسمبر 2023 بأنهم أحياء ومصابين ويحتاجوا الدخول. والاحتلال الإسرائيلي منع من دخول طواقم الدفاع المدني لهذه المناطق مما تسبب في وفاتهم على الفور. ماذا عن عملية انتشال الجثامين من مجمع الشفاء الطبي بعد انسحاب القوات الإسرائيلية منه؟ عمل طواقم الدفاع المدني على الإسراع في عمليات تنسيق دخول مستشفى الشفاء بالتنسيق مع الخدمات الطبية ومقدمي خدمات الاستجابة والتعامل مع الجثث، وتم التعامل معهم في ظروف معقدة للغاية حيث أن جزء منهم كان مصاب وعليه أجهزة البلاتين الخاصة بالعظام والمفاصل، وجزء منهم كبار من السن والأطفال. كم يبلغ عدد الجثامين التي نجحتم في انتشالها من مجمع الشفاء؟ مجمع الشفاء حتى الآن ما يزيد عن 80 جثمان، محافظة غزة 400 جثمان بما فيهم مجمع الشفاء، محافظة خان يونس 300 جثمان حتى هذه اللحظة. هل أنهيتم عملكم كدفاع مدني في انتشال الجثامين في كافة هذه المحافظات؟ حتى هذه اللحظة غير صحيح، ما زلنا نعمل، ما زال طواقم الدفاع المدني حتى هذه اللحظة تعمل في محافظة خان يونس وفي منطقة شمال قطاع غزة من أجل إخراج جثامين الشهداء. أين يتم دفن الجثامين التي تعثرون عليها؟ يتم توثيق هذه الجثامين وفقا للأصول القانونية المتبعة، ثم بعد ذلك يتم تكريمهم ودفنهم في أماكن متعددة وفقا لمناطق الدفن المتعارف عليها لدى طواقم الدفاع المدني ولدى الشعب الفلسطيني، حيث يوجد مخابر مخصص لعملية الدفن. المجهولون يتم وضع بروتوكول خاص بعملية دفن الجثامين المجهولة. ما هو هذا البروتوكول؟ البروتوكول يعتمد على توثيق العلامات الخارقة للجثامين الموجودة، إيش متوفر لديهم من زي ملابس ما شبه ذلك، بعدها يتم توثيق ذلك سواء بالتصوير والكتابة، ثم يتم دفنهم. جزء منهم يتم التعرف عليهم من ذويهم، وجزء آخر لم يتم التعرف عليهم، وخاصة الهياكل العظمية. هل استطعتم أن تنتشلوا أي أحياء، أي إنقاذ أي أشخاص ما زالوا على قيد الحياة بعد انسحاب قوات الجيش الإسرائيلي؟ صحيح، حتى هذه اللحظة لم يتم انتشال أي حي.
محمد المغير مدير الأمن والسلامة بقوة الدفاع المدني في قطاع غزة، وبه نصل لختام هذه الحلقة من غزة اليوم من بي بي سي عربي. إليكم تحيات فريق العمل: إبراهيم خليل، هبة عاشور، محمد عبد الجواد وإيهاب أمين. وتقبلوا تحياتي نرمين الذهبي. إلى اللقاء.